تنضم إلينا من عمان محللة أسواق مالية في إكويتي جروب ليلى عيد للحديث عن تطورات العملات الأجنبية وأسواق العملات بالمجمل. أهلا وسهلا بك معنا ليلى. إذا ليلى، بداية يعني سنتحدث عن بلوغ الدولار ذروته السعرية، إلى متى من المتوقع بقائه في مركز القوة أمام سلة العملات وتحديدا اليورو؟ صحيح، يعني شهدنا خلال 3 أسابيع ماضية حركة قوية جدا للدولار وإيجابية أيضا بفعل قرارات من الفيدرال الأمريكي، حيث رفع أسعار الفائدة الفيدرالية بما يعادل 75 نقطة أساس حتى الآن باحتواء ضخم. وأشار جيروم باول أيضا خلال المؤتمر الصحفي أنه سوف يتوجب عليه فعله لاحتواء التضخم وإعادة التضخم إلى مستويات 2%. يذكر أنه التضخم في الولايات المتحدة وصل إلى مستويات عالية جدا، حيث أفاد تقرير صادر من الفيدرال الأمريكي أن الفيدرال الأمريكي سوف يقوم برفع أسعار الفائدة بما يعادل 150 نقطة أساس لهذا العام فقط. يعني إحنا عم نحكي اجتماع شهر نوفمبر واجتماع شهر ديسمبر، لذلك سوف نشهد تحركات قوية من الممكن أن تكون إيجابية بالنسبة للدولار الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، البيانات الاقتصادية التي سوف يراقبها الفيدرال الأمريكي عن كثب، نحن نتحدث عن البيانات الاقتصادية التي سوف تصدر يوم الجمعة، وهو مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي الأمريكي، لذلك من المتوقع أن نشهد تحركات قوية كما أشرت لحضرتك. نعم، وأيضا يعني مع الضغوط التي يتعرض لها الجنيه الاسترليني، برأيك إلى مدى ستؤثر هذه الضغوطات على مسار وقيمة الجنيه أمام الدولار؟ صحيح، يعني شهدنا تراجعات قوية جدا للجنيه الاسترليني على أثر الخبر الذي صدر من الحكومة البريطانية الجديدة يوم الجمعة، والذي أفاد أنه سوف يخفض الضرائب على الأفراد والشركات، مستغنيا بذلك عن أجندة الحكومة البريطانية القديمة برئاسة بروز جونسون التي كان مفادها أنه سوف يرفع الضرائب على الشركات بحدود التي تصل إلى 20%. ممكن نفسر ردة فعل الجنيه الاسترليني كالآتي: عند الزيادة، عند تخفيض الضرائب على الشركات والأفراد، هيك الحكومة عم تفقد مصدر هام من مصادرها لتمويل نفسها، فهيك رح تلجأ لمصادر أخرى، بالتالي في مخاوف من زيادة الدين العام، وخصوصا بهذا الوقت الصعب اللي عم بتعيشه المملكة المتحدة، ومخاوف من الركود. من جهة أخرى، عند تخفيض الضرائب ممكن هذا الشيء يزيد السيولة في يد المستهلكين، وبالتالي رفاهية أكثر، وبالتالي رفع في أسعار السلع والخدمات، وبالتالي هذا الإشي اللي ما بده إياه يتحقق البنك إنجلترا. نعم ليلى، ماذا عن آخر التطورات حول الفرنك السويسري والين الياباني في ظل القوة التي تمتع بها الدولار والارتفاع الحاصل في مؤشر الدولار؟ تماما، يعني الفرنك السويسري برضه شهدنا له تراجع مقابل الدولار الأمريكي، وأيضا الين الياباني شهدنا له تراجع للأسبوع السابع على التوالي أمام نظيره الدولار الأمريكي. طبعا الأسبوع الماضي أصدر بنك سويسرا تقرير يفيد أنه رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس على خطى الفيدرالي الأمريكي، كما أشار أنه سوف يبقى نشطا في سوق العملات. أما بالنسبة للين الياباني، كما أشرت لحضرتك أنه تراجع أمام نظيره الدولار الأمريكي للأسبوع السابع على التوالي. فحاليا إحنا عندما يتعلق الأمر بالين الياباني، نحن ننظر إلى فرق بين عوائد السندات الأمريكية واليابانية وصلت إلى 373 نقطة، وهذا دليل على قوة السندات الأمريكية. يعني إحنا بنحكي عن عوائد السندات الأمريكية المستحقة لعشر سنوات وصلت لأعلى مستوياتها من 2011، وايضا مستوى عوائد السندات الامريكيه المستحقه ل 30 سنه وصلت لاعلى مستوياتها منذ 2014، مما يفيد انه في هذا بيزيد جاذبيه المستثمرين للدولار الامريكي. نعم ليلى، يعني لاحظنا بالامس ايضا تحرك واضح في بورصه موسكو وحاله من التراجعات الى مستويات قياسيه، هل فعلا يعني كيف تصفين تحركات الروبل الروسي خلال هذه الفتره؟ يعني مقارنة مع باقي العملات وقوة الدولار كيف أثر على العملات بطريقة سلبية، ممكن نحكي أن الروبل الروسي عم بيتحرك حاليا ضمن اتجاه جانبي مقارنة مع العملات
المقابل الأخرى للدولار الأمريكي بين مستوى 62 وبين مستوى 55 تقريبا. ممكن نلخص العوامل اللي عم تدفع حركة الروبل الروسي: عوامل جيوسياسية، التضخم، وأيضا قوة الدولار الأمريكي. ويجدر الإشارة إلى أن الدولار الأمريكي لا يزال بالطلع حتى أمام الروبل الروسي وأمام باقي السلع الأخرى. نعم، محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب ليلى عيد، شكرا لك على هذا الشرح الوافي.